العنوان اللي قرأته في البداية مو كليك بيت، تابع المقطع للنهاية. يو سلام، كيف الحال يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم هنجرب سلاح SKS 2.0، يعني النسخة الأحدث أو الأفضل من سلاح SKS اللي هي سلاح الإزفال. يوب زي ما سمعت، سلاح الإزفال الرشاش AR من أقوى رشاشات في هذا الموسم. بس إيش هو؟ اليوم رح نوصله لليفل ثاني. لو ما بتعرفوه، في التحديث الأخير سلاح الإزفال أخذ بف لمخزن 15 طلقة مخترقة، تمام؟ كان 10 رصاصات وكان سلاح نوعا ما الرصاص فيه كثير سيء الريكويل فيه. التحديث الأخير عدلوا على الريكويل هذا وزادوا فيه 5 رصاصات، صار عندك 15 طلقة بدل 10، وعدلوا من الريكويل فيه وفتحة السكوب وأشياء. يعني اليوم كنا أنا وصاحب ندخل بنجرب أسلحة يعني نادرا ما حد بيلعب فيها، فلقيته بيستخدم هذا السلاح. بتفاجأ انه السلاح يعني او بي بشكل يعني عنيف. الكلاس هاو اذا ما كرهك اللعبة لو في خصم قابلته ما بسمي حالي. الكلاس حرفيا بياخد منك طلقة واحدة بالراس من اي مسافة، وطلقتين في الجسم ماشي، ونادرا ما ياخد منك ثلاث لو انت ما اخذ يعني بالاطراف. بس ايش انا وصاحبي بنحكي، يعني معقول ما حدا انتبه هذا السلاح؟ ما حد نزل عنه؟ فيش حدا بيلعب فيه؟ حرفيا فيش حدا قابلنا انا متأكد انه نسخ الكلاسات تبعتنا وراح يجربها، لانه سلاح جدا قوي وسهل التعامل فيه، بدوش اي شيء. فزي ما شايفين هاي التركيبات امامكم: ماسوره ام اي بي سريعه الاستجابه، مسند قتال واي كي ام، ليزر تكتيكي، مخزن 15 طلقه مخترقه، شريط مقبض محبب. هاي التركيبات بتخلي السلاح جدا خرافي. فبكفي تطبيل السلاح وشغل على السريع قبل ما نخش على الفيديو. في الفيديو الماضي مش امبارح، اول امبارح حكيت لكم لو وصلنا 2000 لايك هعمل لكم فيديو يا سمار. وصلتوا 2000 لايك حضروا حالكم هتسمعوا أصوات استمتعوا بالمقطع. Look at this. احنا في احسن ماب يا مجنون. يلا يا وزخ، لا تراش وينو؟ وش راد؟ ها؟ تيمي هسه كنتو هان، وين رحتو؟ طيب المفروض نطلعهم من هناك ونجيبهم هان، صح؟ بس مش رح يطلعوا، مش هيطلع ولا هتشوفوهم اصلا. يا الله من وين شالني؟ ما في تنافس، فيش بالمرة. نرجع موت، يلا عليك اللعنة. يلا يلا يلا، ما مات؟ كيف ما مات؟ هكر طبيعي، هكر من ورا الجدران. اوبا اوكي نايس، هاي ردة الفعل. خلص سلاحي، نمسي عليهم. نايس توكا. اوكي خلنا نخلص الجيم، الحق الصلاة. نايس. لا ايه ده؟ نايس. تو كيل وان كيل بس. اوكي باي، صار جمعة نرجع لكم. انت فيك دودة يا ابني، يا ابني انت فيك دودة. لا حرام، كان فل تخريم. ليه لا ولا شو هذا؟ يا ربي بمزح.
يا الله رصاصتين فيك. هاي باي. تصرف معي يا اسطى تصرف. والله ثابت ضلكم يسرقوا الكلات. باي باي افهم. يلا يا اسطى هارد بوينت از اورز. هارد بوينت كونتستد. هارد بوينت كونتستد. هارد بوينت كونتستد. هارد بوينت كونتستد. يا حرام كيف يا اخي ليه ليه ورب تيمي بس باي. نشوف وشك على خير بس كيس. لا تواجه ازفال بس كيس عشان ما تبين غبي صح. هذا وربي يطق على الاسكي اس بمراحل بالاستفزاز اللي بيعمله. يا جماعه الاسلحه وان شوت يعني اذا اذا يعني اذا عدت تو شوت يعني فاهمين علي. ف شفتوا الاسلحه قدامكم اعطوا رايكم في التعليقات و بشوفكم على خير. ويت هي الكاميرا هان انا ليش بتطلع. يا رب المكان يعني ماشي حاله يا رب مشان يعني بليز بليز يا رب تكون الكاميرا صح يعني بدها زي هيك.